مسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية 45 مليون نسمة انتدبت هذا العام على أرض مدينة جوتنبرغ بولاية تينيسي قرابة 200 مشارك يمثلون المجالس المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في اللقاء السنوي لرابطة الكنائس المسيحية. بعضهم يلتقي للمرة الثانية مع الضحايا السابقين للبوليساريو ويعرف معاناتهم الإنسانية جيدا، بينما كثير منهم لم يسمع بقضية الصحراء المغربية من قبل، ولذلك كان التجاوب مع معاناتهم كبيرا. لقد صدمت لأن هذه الأحداث لم تكن تقدم في وسائل إعلامنا والحكومة لم تعلنها للعموم، ولذلك كانت مفاجأة بالنسبة لي. لقد أثرني ما سمعته عن هذه القضية وتحديدا عن ما يجري في الصحراء، ولذلك وجهنا صلواتنا تضامنا مع المواطنين المغاربة خاصة مع أطفال تلك المنطقة، وقد سعدنا بوجود هذه الوفادة المغربية في لقائنا السنوي وما أبلغتنا به من أحداث برؤية عميقة، لأن الأمريكيين في حالات كثيرة لا يعلمون ما يجري عبر العالم من نزاعات، ولهذا نحن سعداء أن نقدم لهم الدعم وأن نصلي من أجل المغرب وأسره وأطفاله. وكما في اللقاءات السابقة تابع أعضاء رابطة الكنائس المسيحية شريطا تلفزيا يشرح الخلفيات السياسية للنزاع. تعهدوا بعده على بعث رسائل عاجلة إلى سفير الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية جون هارتفورد تتضمن المطالبة بإنهاء تفرقة الأسر الصحراوية المغربية بين مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر والأقاليم الجنوبية بعد أكثر من 3 عقود من التفرقة. طبعا أنا جد فرح بهذا اللقاء لأن اللقاء حقيقة جيد وممتاز، حيث أن المشكل وضع في خانته الحقيقية، هي مشكل إنساني حقيقي، يعني كان الدهر عليه وشرب، يجب أن يحل يعني حلا ملائما يعني وراعي يعني هذه العائلات ومأساه هذه العائلات التي لا ذنب لها في الموضوع. إنها المرة الخامسة التي يتعرف فيها الرأي العام الأمريكي على حقيقة البوليساريو مباشرة ودون وسيط ممن عانوا من ويلات التعذيب والاعتقال والتضليل بمخيمات تندوف، ولن تكون الزيارة الأخيرة للامتداد الشاسع للولايات المتحدة الأمريكية. محمد رادي الليلي وعبد العياد، مدينة جوتنبرغ بولاية تينيسي.